شكرا. مرحبا بكم اليوم يا أطفال، الأولياء كذلك، مرحبا بكم. على كل حال أنا حبيت اليوم يكون عرس الأطفال والأولياء انتحهم. حقيقة في الجزائر احنا مولفين دائما حفل خاص بالطفولة، حفل خاص بالكبار وكامل. حبينا اليوم نحتفلوا مع الأولياء انتعنا ومع العائلة انتعنا بهذا العرس هذا اللي هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. يا أطفال، تعرفوا شكون اللي عمره ما جاء المركز رياض الفتح هذا؟ شكون اللي عمره ما جاء؟ سمع لي أول مرة. إذن اكتشفتوا عجبكم رياض الفتح؟ إذن توجهوا بشكرنا للسيد المدير العام لديوان رياض الفتح اللي جمعنا اليوم، وكذلك ماذا بيا ترحبوا معايا بالسيد وزير الشباب والرياضة اللي شرفنا اليوم بالحضور نتاعو. يا أطفال، شكون اللي يقدر يقول لي في أي سنة؟ بون اليوم عرفناه هو يوم 20 نوفمبر، من أي سنة تمضت الاتفاقية هذيك اللي مضوها كاع الدول؟ أعطي له الميكرو. أي سنة؟ 1989. أنت شاطر بزاف، ما خليتناش من بان نسمعوا الأخرين. وش مسنة تدرس؟ أولى متوسط. باينة متفوق أنت. شحال جبت معدل العام اللي فات؟ 88. برافو، تحية لحمزة، تحية. باين شاطر، باين. برافو. أنا نحب الدراري اللي يقراو مليح. يا أخي تحبوا والديكم يا أطفال؟ تحبوا الوالدين؟ واش هي أحسن هدية تقدر تقدمها لوالديك؟ تعرفوها؟ أعطي له الميكرو. أعطي لهذا البرعم الصغير هذا ومراك. معليش، كيف؟ واش هي أحسن هدية؟ قول. قراية. القراية. برافو. واش حبيت تقول انت؟ اعطي لها الميكرو. في زوج في خلم يهضروا كامل. معليش، واش هي احسن هديه؟ نقرا. تقرا. برافو، زيد اعطي الميكرو لهذيك البرعومه الصغيره. واش هي احسن هديه؟ بلي نكون نجيبه ونعرف نقرا. برافو. مالا خلاص، والديكم من اليوم يرجعوا كاع سعداء، خلاص ما كانش كاع اللي يزيد يكون تعيس. عندك اجابه؟ واش هي؟ تقراي مليح. هذه هي الإجابة يا أخي، باش والديك يكونوا سعداء لازم تقراي مليح يا أخي. عندكم كاع نفس الإجابة، اللي عنده نفس الإجابة يرفد يدو. برافو. إذن يا أطفال، باش تسعدوا والديكم حتى والديكم يكونوا سعداء، ما عليكم إلا تكونوا نجباء وتقراوا مليح. شكون اللي جاب المعدل أكثر من 8 يرفد يدو؟ أكثر من 8. برافو. على بالي شاطرين. شاطرين بزاف. كاينة حاجة أخرى، شكون اللي حافظ الجينيريك تاع البداية تاع حصة مع عمو يزيد؟ شكون اللي حافظه؟ تعال توما تاني أرواحو حافظه. شكون تاني اللي حافظ؟ حافظة جينيريك؟ نعم. اوكي، راح توقفوا هنا. وين تسكني؟ في بليدة. شحال في عمرك؟ 7 سنين. واش من سنة تدرسي؟ سنة ثانية. الله يبارك. وانت يا مين جيتي؟ مدينة سيدي بلعباس. سيدي بلعباس بعيدة. سيدي بلعباس فين جيتو؟ في اللوطو. جيتوا في اللوتو مع بابا وماما ولا بابا برك؟ أبي برك. وأمي وراهي؟ في الدار. خليتوها في الدار، خلوا أمهم في الدار. معليش، لا جاو من سي. ما كانش بلاص في اللوتو؟ كانت عندكم مكان في اللوتو ولا ما كانش بلاص؟ كاين بلاص. ما جابوش ماماهم. أبي معانا. ها؟ جا صحاب ابي معي.
جمعهم صاحب ابيها. داكور داكور داكور. يلا وانت من جيت؟ سيدي بالعباس. جيتو تحماو، جاو يتحماو سيدي بالعباس اليوم. وانت؟ سيدي بالعباس. شكون تاني سيدي بالعباس؟ خيار الناس هادو. على كل حال اولاد، هادو اولاد انسان يتبع الحصه. هو وي بنتي انا نسكن في بليده. قلت لكم تسكن في بليده. واسمك؟ ليليا. ليليا. ليديا. الله يبارك. شاطره شاطره شاطره. حبيت تسمع صوتها. انا في الغنيه تاع الطفوله راح نسموها من بعد نقول حتى وهو طفل صغير فسكوته ليس بممنوع، له الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. يعني احنا هذا هو الهدف نتاعنا، ان اولادنا تكون عندهم حريه التعبير، ولكن التعبير في اطار المعقول كما يقولوا، لازمنا دائما نراقبهم. هادو على غرار الناس، كاين بزاف الناس اللي جاونا من داخل الوطن. انا شخصيا تفاجأت جدا. بالك معظم الناس هنا شكون؟ حبيت برك نوضح شيء. اليوم ان شاء الله نكونوا فينا بوعد صغير ولو لقسط صغير. كاين ناس سجلوا في الحصه من خلال موقع الانترنت عمويزيد.com باش يحضروا معنا، وكلمناهم بالهاتف وجاو اليوم. شكون اللي عيطنا له في التليفون يرفد يدو؟ شكون اللي عيطنا له في التليفون يرفد يدو؟ فوالا. هذا على كل حال انا وعد من عندي، وعدت الاطفال. ولكن كاين حاجه برك يا اطفال، على بالكم باللي التسجيلات عن طريق الانترنت فاقت كل ما كنا نتصوروا. على بالكم في شهرين فقط راكم اكثر من 10,000 طفل اللي حاب يحضر في الحصه. هذا الشيء انا شخصيا نفتخر به ونعتز به، يعني انه الرساله تاع عمو يزيد وصلت لكم يا اطفال. ونوعدكم باللي راح نبذل قصارى جهدي، اما باش نجيبكم في الحصه، اما باش نجيبكم الحفلات عمو يزيد، اما اني انا نتنقل للولايه نتاعكم ان شاء الله. هذا يكون شرف كبير ان شاء الله. يلا اذا كاين ناس كيما قلت لكم عيطنا لهم في التليفون، لما كلمناهم احنا ظنينا باللي المسافه راح تكون بعيده، ولكن ما تردوش ولا لحظه. انهم نظن كاين الناس هنا جاوا مدينه تبسه، كاين الناس جاوا مدينه سوق هراس، ناس جاوا مدينه مسيله، ناس جاوا مدينه مديه، بون ماشي بعيده بزاف، ولكن تنقل صباح جاوا مبويره، كذلك جاوا من بومرداس، من تيبازا، جاوا من غيليزان، جاوا من وهران. سيدي بالعباس راه هنا اون فورس، جاوا يتحماوا اليوم. اذا هذا الشيء هذا انا نعتز به جدا، وكما فرحتوني اليوم ان شاء الله يا ربي برك الرساله توصلكم. اطفال عمو يزيد كامل يحبكم، وماذا به تكونوا نجباء وتسمعوا كلام والديكم. كما هضرنا مقبله، الطفل حقيقه عنده حقوق ولكن عنده واجبات كذلك يا اطفال. اول الواجبات هو المثابره في القسم، البر بالوالدين واحترام الغير. اذا كنا نتكلموا على الجينيريك تاع الحصه. شكون اللي حافظتو؟ كي حافظتو هاك حافظ، وانت حافظ، اقعدوا هنا نعطيكم الميكرو تغنوا الجينيريك. يا اطفال اللي يعرف الجينيريك يغني معاهم، داكور؟ يلا هيا يا اطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج، ودوما تسلينا بوبي كتكوت وكوكو والكل ينافسنا، تعالوا هلموا الينا انضموا. تعالوا هلموا الينا انضموا. فوالا يلا جينيريك كامل، تغنوا كامل. هيا يا اطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج، ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا، تعالوا هلموا الينا انضموا. الشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة مثل، معلومات وفيها يا نور العقل. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا. عمو يزيد فوالا. برافو 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 برافو. شكرا 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 شكرا.
شكرا. واش رايكم انا بهذه المناسبه هذه عملت اغنيه خاصه بهذا اليوم، نقول فيها من حق الطفوله صحه علم حب وحنان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع، حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. والأمان عند الأزمة وعندما حرب، ونعاملهم بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب، توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعندما حرب، ونعاملهم بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. احنا ماذا بينا في كل طلة نطلوها عليكم ان شاء الله يا ربي،
يكون فيه حكمة عبرة، وإن شاء الله لأنه الإنسان طول حياته وهو يتعلم. يا أطفال اطلبوا العلم من أطفال 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 اطلبوا العلم من وشن؟ أعطوا لها الميكرو، أعطوا الميكرو للعروسة هذيك. يلا معليش أي واحد أعطي لهم الميكرو. أنت تاني تعرفي شاطرين بزاف، تعرفوا كلش. من اللهدي إلى المهدي. معليش هذه زادت كبيرة من بعد ولاد صغار. شكون هذاك الفيلم تاع؟ أعطي له الميكرو. لا لا فهمنا الفكرة تاعك بنتي، برك أنا نضحكوا برك. لا 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 من المهدي إلى اللهبي. إلى اللهبي. أو أو يوسف لي ولكم أنتم بين بلي هذه تاع. معليش أعطي شكون تعرفي؟ مينا؟ المهدي. مينا؟ إلى النهدي. إلى النهدي، النهد يسمع. شكون اللي يعرف؟ يلا أعطي لهم، اطلبوا العلم مينا؟ من المهدي إلى اللحد. إلى؟ ألا؟ اللحد. اللحدي، فوالا فوالا فوالا. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي. إذن يا أطفال الإنسان طلب العلم والمعرفة ما يتوقفش، لازم الإنسان دائما دائما يكون يحب حب التطلع. كما أنتم يا أطفال على بالي باللي تحبوا، عندكم حب التطلع، عندكم دائما تحبوا تعلموا حوايج جدد. يا أطفال وش هما الأركان اللي تحبوهم في حصة عمو يزيد؟ قولي لي. أعطي لها الميكرو دقيقة. ألعاب الخفة. ألعاب الخفة راي جاية، راي جاية ألعاب الخفة. زيد أعطي له وش هي قولي لنا معليش. الألغاز. الألغاز هم جايين تاني. زيد قل. ها وليدي دوك تعطيك الميكرو. السحر. الساحر، اوكي وجاي. زيد هاني جاي لعندكم. واش هي الفقره؟ اللغز. وجاي اعطي له اليوم وراك. القصص. القصص هي جايه توت سويت هذيك. زيد العاب السحريه. العاب الخفه، العاب السحريه. زيد وانت؟ القصص. القصص داكور. النكت. النكت هم جايين. زيد شكون شكون اللي يعطينا؟ عطوا اي مراك اي ايه اعطي لها تكلمي بنتي. واش هي؟ قصص. القصص برافو. اعطي ال تهريج. تهريج اوكي. يا اطفال بلا ما نروحوا للفقره المواليه راح نطرح عليكم لغز. اللغز يقول دائما حولنا ولكننا لا نراه. سهله هذه. أما أنا صعب لكم شوية، هذه سهلة هذه. أعطي لهم الميكرو. أعطي لهم، أعطي لهاد العروسة أسنيتش دقيقة. الهواء. وش هو؟ الهواء. أنت وفية للحصة. وفية أوكي خلاص إصابته هو الهواء. أنا أقول حاجة أخرى. أرضها بلا ماء. تعرفوها؟ مثل ما بديتش. شاطرين 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 الله يبارك. تعرفوها هذه. اوكي دوك نرجعوا للالغاز. يا اطفال واش رايكم دركا نروح نحكي لكم حكايه؟ يلا هذه الحكايه. كان واحد الانسان في قديم الزمان عنده زوج بنات. هذوك بناتو متزوجين، عندهم عائلات كل وحده في مدينه، وراح يزورهم. اذا في الاسبوع الاول راح يزور بنته ندى. راح عند بنته ندى، رحبت به وكامل، وجدت له العشاء، تعشى مع بنته كامل، بعد فرشت له يرقد. ومن بعد شافها بلي بنته محتاره شويه، قالها وش بيك يا بنتي؟ قالت له يا بابا، قالت له هما يخدموا فلاحين، هي ورجلها عندهم ارض يسترزقوا من هذيك الارض. اذا قالت له يا بابا ماناش ملاح، لانه الارض نتاعنا المطر ما سالش المطر،
ما نزلش المطر هاد الايامات والارض نتاعنا رانا خايفين بالمنتوج هاد العام ما نقدروش نستغلوا منها منتوج اذا كان ما نزلش المطر. راح هو في هذيك الليله راح نام راح رقد هكذا ودعا الله سبحانه قال له يا ربي سبحانك ان شاء الله يا ربي تنزل المطر وتروي هذيك الارض نتاع بنتي وزوجها حتى يستغلوا المنتوج نتاعهم. كما كان الحال رقدوا غدوا من ذاك الله سبحانه وتعالى استجب لدعائه ونزلت المطر. كي نزل المطر فرحوا دوك نادى هي ورجلها فرحوا شافوا باللي المطر بدا ينزل باللي الارض بدات تروى وكامل. ومن بعد باباها قال هيا بنتي انا نروح خلاص يعطيك الصحه بقاي على خير وكامل. ومن بعد الاسبوع اللي موراها راح عند بنته نور. بنته نور يخدموا في الاواني التقليديه اللي يخدموها بالطين. قال هيا بنتي واش راكي لاباس؟ قالت له يا بابا انا مليحه ولكن المشكل انه ما كانش الشمس بزاف باش الاواني الطينيه نتاعنا تنشف يعني ما تقدرش تجف وكان ما يكونش الشمس. إذن ارقد هذيك الليله ثاني عند بنته وطلب الله سبحانه وتعالى قال له يا ربي لو كان تطلع شويه الشمس هكذاك تجف الاواني الطينيه تاع بنتي ورجلها ويقدروا يستفادوا منهم. كما كان الحال غدوه من ذاك ربي استجب لدعائه وطلعت الشمس. ومن بعد اسبوع من بعد تلاقاو كامل بنته نور وبنته ندى تلاقاو عنده في الدار وبقاو يتكلموا هكذا صابهم متحاكمين هكذا يهضروا. علاش؟ هي تقول لها ان شاء الله تطيح الشتاء والاخرى تقول لها لا ان شاء الله تطلع الشمس. تما الاب نتاعهم درك باللي ارضاء الناس غايه لا تدرك. ما تقدرش تقنع يعني ما تقدرش تردي كامل الناس يعني بناته حاول كيفاش يرديهم ولكن ما قدرش. اذن ارضاء الناس غايه لا تدرك. عجبتك الحكايه؟ ايه. نعم. وانت؟ الله يبارك. عجبتك؟ ايه. وانت؟ وي. واش هي الحكمه اللي استخلصناها من الحكايه؟ قولي لنا. ارضاء الناس؟ شكون يعرف؟ يضرب الناس يصالحهم. ارضاء الناس؟ يضرب الناس غايه؟ يضرب. شكون يعرف؟ إرضاء الناس غاية لا تدرك. واسمك؟ واسمك؟ عبد السلام. عبد السلام الله يبارك. وين تسكن عبد السلام؟ نسكن لاتيتي فايزي. شحال في عمرك؟ 5 سنين. 5 سنين الله يبارك مرحبا بك. عمري 6. انت في عمرك 6 وانت 5. او الله يبارك. يلا اذا يا أطفال أرجعوا لأماكنكم أرجعوا لأماكنكم. إذن إرضاء الناس غاية لا تدرك. أرجعوا لأماكنكم. أنا درك قبيلة كنت تقولوا ألعاب الخفة والساحر. تحبوا الساحر؟ إذن عيطوا معايا كامل لعمو أمين. عمو أمين اللي جانا من مدينة سطيف. يلا أروح منا. عمو أمين اللي جانا من مدينة سطيف بالألعاب السحرية. تفضل عمو أمين.
مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي 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 كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي يا مدرستي يلا يلا يا أطفال كمل كمل كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي أتعب وأمرح بأماني هي مصر ومملكتي هي مصر ومملكتي أدرس فيها مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب وأمرح بأماني هي مصر ومملكتي هي مصر ومملكتي مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي ما أحلاها ما أبهاها لا تنساني لا أنساها ويزيد في قلبي هواها سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي كرة القدم تحبوا كرة القدم عمو أمير هذا يدير فريستايل يعني يدير جونغلاج بالبالون كامل راح يتقدم درك قدامنا تحية تحية لعمو أمير Thank you.
برافو برافو. تصفيقة 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 على عمو أمير. تصفيقة يا أطفال، واش رأيكم؟ نسقم هذه باسكو الدراري مقبلة. عجبتكم هذه؟ كمان حبيتوا تقعدوا هنا؟ هاي الراحة وتسمرش قاعد تحبوا يا أخي، لي فاكونس والشمس و... يا أخي والقرايات، قراوا شوية يا أخي. هاي بيان سي بيان. حبيت تروح للدار؟ هي طلعها تروح لداري، طلعها. هاي هاي روحي روحي تلعبي في الدار هذيك. هاي اوكي. إذن يا أطفال، على بالكم باللي اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. كاين اتفاقية مضوها معظم دول العالم لحقوق الطفل. أنا حبيت نستدعي إكرام مع ياسمين، وإكرام خلصي كذلك أرواحه. تعالوا تعالوا، حبيتهم يقرأوا لنا بعض المواد. تحبوا تتعرفوا عليهم يا أطفال؟ هذه المواد مش طوال بزاف، ولكن حبينا نعرفهم. تفضلوا. إذن فوالا، اقعدي قدامي، جيبي إكرام قدامي تاني، قدي بها قدامي هنا شوية. فوالا إكرام خلصي، شابة شابة وشابة، الله يبارك خموس عليها. على كل حال فوالا برافو. نحبها هاد الطفلة، نحبها بزاف. علاش الطفلة هذه نحبها بزاف؟ علاش؟ لأنها عندها الإرادة، عندها الإرادة. وإكرام تكتب قصص، كانت مرت معايا في حصة اللي راح تمر عن قريب في التلفزيون، وين تكلمنا على الحكايات اللي تكتبهم، تكتب قصص، تكتب تقولي لنا كلمة. تفضلي. نتلخانا عمي يزيد، نتلخانا كان حضور لي محضرين هنا. ميرسي بوكو بو لانفيتاسيون. الله يخليك. إذا أنت قلت أنا نكتب قصص وتاني خواطر أشعار قتل قاتلة، شوي كاين قتل قاتلة فيها أربعة خمسة أسطر، وكاين لي قصص كشوي قصص من داي صغار كشوي فيها شحال من سطر، كشوي قتل قاتلة كشغل البداية كاينة لي طويلة بزاف داري صغار، وكاين قصة قصيرة لي دير كشغل هي قصيرة مي تمدلك المعاني بزاف كبار. شكرا 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 إكرام، شكرا إكرام. احنا ماذا بينا نشجعوا كامل الناس، وكما قلت لكم الإرادة يا أطفال هي الإرادة. يعني الإنسان مهما كانت الحواجز اللي تقف في طريقه، الإرادة هي مفتاح النجاح. يا أطفال واش يقولوا؟ كما قالت لنا إكرام، بالمرات تكون قصص قصيرة وعندها معنى كبير. واش يقولوا؟ خير الكلام ما قل ودل. فوالا برافو 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 إكرام. هذه ثاني اسمها إكرام باش ما تخلط لكمش، إكرام وإكرام. فوالا دونك إكرام وياسمين حبيتهم يقراو لنا بعض المواد نتاع حقوق الطفل. شكون اللي تبدا؟ هاي تفضلي ياسمين. مساء الخير يا أطفال. المادة الستة تقول تحكي عن البقاء والنمو. لكل طفل حق في الحياة، والدولة ملزمة بضمان بقاء الطفل ونموه. برافو برافو. إذن حق النمو وحق البقاء. يا أخي قرينا مادة أخرى إكرام. تقول المادة 32 من الأطفال للأطفال العاملون، للطفل الحق في الحماية من العمل الذي يهدد صحته ونموه. بالضبط. إذن إحنا كأولياء وككبار يعني لازمنا نحمي الطفل من العمل. الطفل ما لازمش يعمل، لازم يقرأ ولازم يمرح، ما لازمش يخدم. يا أخي أطفال، على بالكم بلي كاين دول في العالم وين كاين أطفال ما عندهمش بالك الحظ اللي راهو عندنا احنا، كاين أطفال صغار يعملوا. إذن احنا نتكلموا على الطفل في العالم يعني. تقرينا مادة أخرى تفضلي.
تقول المادة السابعة الاسم، تحكي عن الاسم والجنسية. للطفل حق في الحصول على اسم عند ميلاده كما له الحق في الحصول على الجنسية وأن يتعرف عن هوية والديه. بالضبط، حق الطفل أنه يكون عنده اسم، يكون عنده هوية، إينيدنتيتي، يعرف روحه، يعرف شكون والديه، هذا حقه. تزيدي تقرأينا مادة، تفضلي. وتقول المادة 35 التي تتحدث عن بيع الأطفال أو خطفهم والمتاجرة بهم، إن من واجب الدولة أن تبذل كل جهد ممكن لمنع بيع الأطفال وخطفهم والمتاجرة بهم. بالضبط، إذن علينا إحنا وعلى الدولة وعلى الوالدين وعلى الأسرة باش يمنعوا المتاجرة بالطفل، خطف الطفل، يعني كل شيء ما يضر الأطفال. خلاص ياسمين رح تقول لنا مادة أخرى، قولي لنا المادة. المادة 19 تحكي عن الحماية من الاعتناء والإهمال. ينبغي على الدولة أن توفر الحماية للطفل من جميع أشكال سوء المعاملة من قبل الوالدين أو الآخرين الذين يتولون المسؤولية رعاية الطفل، وعليها أيضا أن تعد البرامج لمنع تعرض الأطفال لاعتداء ولتوفير المعالجة لضحايا سوء المعاملة. بالضبط، إذن يا أطفال علينا أن نعتني بالأطفال، هذا حق، حق العناية بالأطفال. إذن شكرا، شكرا إكرام، شكرا ياسمين، شكرا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. واش بنتي شبعتي؟ قولي، دوري منا باش نشوفوك. واش راكي تاكلي؟ واش راكي تاكلي؟ بالفرماج. شكون عطاه لك؟ ماما جابت الماكله معاها، على بالها باش نطولوا. اوكي ماما كان على بالها باش نطولوا، جابت الماكله هذه. فيليسيتاسيون مدام، يعطيك الصحه. اذا يا اطفال واش رايكم دركا؟ كاين اغنيه انا شخصيا نحبها بزاف. هذه الاغنيه تتغنى بيوميات الطفل، نقول فيها حين انهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي، بسملة أول أفكاري وبيميني أبدأ إفطاري، وعلى الله أقصد باب الخير ورضا البالي. يلا تغنوا كامل معايا حين أنهض من نومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي، بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، وعلى الله أقصد باب الخير ورضا البالي، وعلى الله أقصد باب الخير ورضا البالي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني، أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني، فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني، فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام، على أهلي ألقي السلام
وأراجع مكانا وأصلي فرضي وأنام. أغسل وأراجع مكانا وأصلي فرضي وأنام. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري، بيميني أبدأ إفطاري. بسملة أول أفكاري، بيميني أبدأ إفطاري. وعلى الله أقصد بابا، باب الخير ورضا البالي. وعلى الله أقصد بابا، باب الخير ورضا البالي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونضام. على أهلي ألقي السلام. أغسل وأراجع مكانا وأصلي فرضي وأنام. أغسل وأراجع مكانا وأصلي فرضي وأنام. شكرا. أنا نجي غدوة. واشن؟ نجي غدوة. وعلاش ما تباتيش اليوم خير؟ لا. قول. لا لا. لا لا. نجي صباح ولا عشية؟ صباح. وعشية تاني؟ إيه. خلاص. وراي ماما وبابا وراهم خلاص ريزرفاتكم وقيلة خلاص. يا أطفال وش رأيكم دركا نغنوا أغنية من حق الطفولة؟ صحة علم حب وحنان. يلا تغنوا كامل معايا. هيا صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا،
نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلدان. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلدان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. لا مقهورة ولا مجنولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. والأمان عند الأزمة وعندما حرب. ونعاملهم بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعندما حرب. ونعاملهم بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. لا مقهورة ولا مجنونة تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان. حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان. حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. لا مقهورة ولا مجنولة تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. شكرا 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 شكرا. إذن وش رأيكم يا أطفال؟ تعرفوا الجينيريك تاع نهاية الحصة؟ تعرفوه؟ لا تحزنوا حان الوداع. لا تحزنوا حان الأوان يا أصدقاء. كل الأوان في ارتفاق إلى اللقاء. فوالا برافو. كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. إذن يلا كامل معنا. لا تحزنوا حان الوداع. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء. كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا. أحببناكم أحببتونا. سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين. لا ننساكم لا تنسونا. أحببناكم أحببتونا. سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع